من لينكدين، يعني الا غنبيعوا شي حاجه غاليه من لينكدين. هادشي راه ما عمر قال شي واحد، كلشي كيقول لكم على فيسبوك لي واحد البرودكت، واحد البرودوي خصني نبيعو، كيفاش غنبيعو انا في انستغرام؟ يعني الطريقه السهله اللي غنسوق بها داك البرودكت ديالي في انستغرام وما غنخسرش عليها فيديو كبير في الات. وهادي تقريبا ما كاينش شي مغربي غيبارطاجي معاك هاد الخطه ديال كيفاش غتجيب هاد لي فولو في الاول وانت ما عندك لا كونتوني لا والو. الله يرضو مالبا. هادشي راه بحكم التجربه ديالي في هاد الدومين، هادشي راه درتو انا بالحرف ودخل به فلوس، يعني ماشي غير كندوي باش نمشي نبيع. هنا فين كاين الدماغ، غنمشي اول حاجه كنمشيها راه ما كندير لا ادس لا والو، يعني ما غنمشي لا ندير لا ادس لا والو، غنمشي غنشوف لي زاف صافي نبداو الخوت ندخلو في ندخلو في المعقول. ترى لك شي محل معقول يا ربي شنو ندخلو في كيف نجني النقود من الانترنت. اليوم غنهضروا على الانستغرام، الانستغرام كيفاش غتجيري به البيزنس ديالك وكيفاش غتطلع الكونت انستغرام ديالك، يعني تقريبا بواحد بيجي لي صغير والكليون يثق فيك دغيا. يلا يلا هانتوما ها اللي ما بغى يخدم. المهم باش نشرح لكم واحد البلان، حيت لا بليبار ديال الناس كيسولوني في بريفي وهذا على فيسبوك فيسبوك فيسبوك، راه فيسبوك ماشي غير بوحده مثلا اللي كنجيبو منها مبيعات، يعني راه كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم اخرين كنستغلوهم وكنجيبو منهم مبيعات، وبريتشتار وبيجي قليل فهمتوني. يعني حنا كيهمنا اي بلاصه كيتجمع فيها بنادم نجيبو منها مبيعات، سوا واخا نقول سميات ديال لي زابليكاسيون، عارف هادشي ما غيعجبش شي وحدين، ولكن بارطاجيو المعلومه ولي ليها ليها فيما بغات توصل توصل والارزاق بيد الله. باش نبارطاجي معكم حنا كنجيبو مبيعات من فيسبوك هي الاولى، انستغرام، ميسنجر، واتساب، تيك توك، سميتو من جوجل ادورد، من لي سيت ويب يعني الناتيف، من الاخر من 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 لينكدين، يعني الا غنبيعوا شي حاجه غاليه من لينكدين. هادشي راه ما عمر قال شي واحد، كلشي كيقول لكم على فيسبوك. الاخر تويتر، كاع هاد البلايص كنجيبو منهم مبيعات. سناب شات وكذلك، سناب شات حتى هو راه فيه واحد الريتش زوين. واخا سناب شات ادس ما كيخدمش في المغرب، ولكن كنخدمو حنا بواحد الطريقه واحده اخرى، حيت حنا الاهم عندنا هو البلاصه اللي كيكون فيها بنادم كتير نخرجوا منها فلوس. المهم باش ندويو على الانستغرام، الانستغرام اليوم ندويو على انستغرام احسن. اهلا وسهلا سي رضوان، اهلا با حمزه الطهراوي ماني كنتقيد. اللي كيقلب على شي حاجه في يوتيوب ولا هذا، حمزه راه عنده الخبره في يوتيوب، جديد في اليوتيوب. راه حتى يوتيوب حتى هي كنستغلوها كنجيبو منها مبيعات. المهم كيفاش اول حاجه باش انا قد واحد الانستغرام لي هو بروفيسيونيل ويعني بنادم يشوف ويثق فيه، يعني اول حاجه كنبداو بها هي السميه. من لونو ديال الانستغرام يعني كتخدم بحال الا قلتي كتخدم ان براند، حيت لونو هو وجهك، يعني وجهك هو لونو ديال الانستغرام ديالك. خدمتي لونو مزيان يعني وباللوغو ديالو بالمسائل ديالو كامله، يعني راه بعدا اول كيحيل لك الباب ديال الدار، يعني الباب ديال الدار هو علاش غيحكم عليك. مي غندخلو لداخل ديال الانستغرام كنشوفو الفونيتر الاولى، يعني اشنو كيطلع لينا. اول حاجه كنشوفو البايو هي اهم حاجه في انستغرام، يعني شكون حنا، عندنا سيت ويب ديالنا كنحطوه، لوكاليزاسيون مثلا ديالنا كنحطوها، نيميرو التليفون باش يتواصلوا معنا الناس كنحطوها، اولا لا بواط ايميل ديالنا كنحطوها حتى هي، يعني هاد لي كوردوني كيسهلوا على الواحد. مثلا عوض واحد مثلا ما يصيفط لك ان ميساج في كونت انستغرام ديالك يتسناك امتى غتجاوبو، هذا اوتوماتيكمون غيمشي غيتصل بك،
يعني راه سهلت عليك واحد سميتو، سهلت عليك واحد زعما واحد لوطون ديال انه يتسناك حتى تهضر معاه. هذا يعني دغيا كتخدي معاه غرض في ابل. حاجه اخرى، واحد الحاجه ديما كتدخل لي انستغرام ديال الناس اللي كيديروا الاي كوميرس في المغرب اللي ما عارفينش هاد القواعد، كتلقاهم شتتين ديال بصح، يعني لا علاقه. علاش؟ اول حاجه ما كيحترموش القواعد ديال الانستغرام، ما كيتريفيرونساوش، حيت اول حاجه كتلقى عنده واحد تصويره مربعه، وحده طويله، وحده مستطيله، وحده مشتته، وحده بلونوار، وحده هاد الشيء ما كيخليش انستغرام انه يخليك تريفيرونسا. يعني بين القواعد باش انك تريفيرونسا في انستغرام هي التصاور ديالك، الكونتوني، الكونتوني ديالك كيلعب واحد الدور مهم في انستغرام. يعني كيفاش غتقاد انستغرام الكونتوني ديالك؟ يعني من الديبي ديال الكونت كتقول فوالا انا غنخدم مثلا على على شي نيتش كيميل للصفر مثلا، او لا الكونتوني يوم لا بارطاج لا والو. حاجه اخرى، لوكاليزاسيون. بزاف ديال الناس كيعملوا هذه القضيه ديال لوكاليزاسيون. بزاف ديال الناس دابا كيجي لاكادير مثلا، كيمشي كيقول فوالا خصني نشوف البلايص اللي كاينين في اكادير، زعما البلايص اللي كيمشيو ليهم الناس مثلا دي ريستورون ولا هذا، كيدخل لوكاليزاسيون كيشوف بين داك لوكاليزاسيون ديك لوكاليزاسيون كيتلقى البوست ديالك. يعني ممكن يرجع كليون، ممكن يرجع ان فولو عندك، وممكن يدير لك لايك. على الاقل الا دار لك لايك راه كامل ربح، يعني راه ما مخلص عليه والو، فهمتوني. حاجه اخرى، هادشي دابا يلاه مازال ما دخلناش للمعقول، حنا دابا في البدايات. حاجه اخرى، عندك هادشي كامل وقديتي وخدمتيه مزيان وهذا، راه ليا المعقول. يعني عندي واحد البرودكت، واحد البرودوي خصني نبيعو، كيفاش غنبيعو انا في انستغرام؟ يعني الطريقه السهله اللي غنسوق بها داك البروداكت ديالي في انستغرام وما غنخسرش عليها بيجي كبير في الات. وهادي تقريبا ما كاينش شي مغربي غيبارطاجي معاك هاد الخطه ديال 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 كيفاش غطلع الكونت انستغرام ديالك. وهذا اول حاجه باش يثق فيك الكليون، اش كيدخل الانستغرام كيشوف لي فيدباك ديال الناس اش قالوا عليك، كيشوف لي فولو، وكيشوف التصاور ديالك شحال ديال لي لايك جايبين، يعني ثلاثه ديال الحويجات كيشوفهم. كيفاش؟ نعطيكم مثال، مثلا واحد الشركه اكس يلاه تحلات، كندخلوا للكونت انستغرام ديالها كتلقاو عندها مثلا 100 ك، كي دارت لي هاد الشركه مثلا، هي مازال ما عندها لا بوست لا والو، كتدخل كتلقى 100 ك في انستغرام ديالها، يعني كتقول او هادو كي داروا ليها، فهمتوني. يعني اول حاجه كيردوا ليها الناس البال هي مثلا دوك لي فولو. كتقول حتى مثلا الا كاع ما كيعطي هذاك الكونت شي كونتوني تصحيح ولا هذا، كتقول او هاد الناس كاملين عنده، يعني راه هذا كاينه شي حاجه تما، حتى انا خصني نمشي ندير فولو. يعني كتبني واحد اعتمدو، كيفاش غتجيب هاد لي فولو في الاول وانت ما عندك لا كونتوني لا والو؟ الله ردو مع البال. هادشي راه بحكم التجربه ديالي في هاد الدومين، هادشي راه درتو انا بالحرف ودخل به فلوس، يعني ماشي غير كندوي. وراه حمزه راه شاهد على هادشي والناس اللي كيعرفوني. اول حاجه، كاينين بزاف ديال لي سيت كيبيعوا الخدمات ديال لي فولو بارخاص، يعني بواحد الثمن ما كيتصورش. 10 ك كنجيبو هاد قريبا من 30 دولار، 25 دولار، 35 دولار كتجيب 10 ك. هادي اوماكس، يعني خصك الكونت ديالك اول حاجه تكون فيه اكثر من 10 ك، يعني 10 ك، 11 12 13 دما قديتي تطلع راه مزيان. حيت 10 ك علاش كتعاونك؟ كتعاونك على واحد البلان. مثلا الا حطيتي مثلا، نعطيكم مثال، الا دخلتو دابا عندي انا الستوري
ما يمكنش يحط انا شمليان حيت ما عنديش سويب اب، ولكن لي كونت لي براند اللي كنخدم عليهم عندي فيهم دي سويب اب، عندي سميتو غندير سيف اخويا. سميتو اول حاجه شراكه كتعاونك باش انك دير سويب اب، يعني ردوا معايا البال، مي غنمشي غنشري دوك لي فولو واخا عارفهم ان ما اكتيف ما توزع، جوست انا كيهمني داك النمبر يكون تما، يعني كيفاش غنوهم داك الكليون بان راه انا باش يدير فيا الثقه، يعني واض انا ما نتسنى ونطلب واحد ربي الله يرحم الوالدين دير لي فولو نزيفت لهذا نزيفت لهذا، داكشي ما كنديروش، داكشي مازال ما عرفناش السيستم كيفاش غادي كنا كنديرو، مي دابا ما بقيناش. مين كتجي مين ملي كتحط ديك الشراكه اول حاجه كتاكتيف عندك هي سويب اب، يعني سويب اب غنجيو ليها علاش مهمه حتى هي، يعني غنجيو دابا ملي انا عندي شراكه ولا 11 شركه، المهم شراكه للفوق، عندي تصاور ديال البرودكت ولا ديال البراند ديالي حطهم، يعني عندي سميتو عندي اش كيتسمى عندي لي هاشتاغ لوكاليزاسيون، حاجه اخرى خصني دوك التصاور نبوستيهم، يعني راه ماشي غنمشي غنبوستيهم عن طريق انستغرام، لا خويا كنهضروا على انستغرام ماشي فيسبوك، كنهضروا على كونت انستغرام. كيفاش غنبوستي دوك التصاور؟ ما كنبوستيهمش عن طريق كطيح ب 0.10 دولار، يعني تقريبا 10 دريال غشري بها 1000 لايك ولا ما عرفتش شحال، ولا المهم داكشي رخيص لواحد الدرجه لا تصور، فهمتوني؟ يعني ملي كتشري دوك لي لايك اول حاجه بنادم ما هو دخل عندك الكونت ديالك كيشوف كيتلقى لي لايك بان راه الكونت ديالك راه فيها لي لايك، تصور مقادين كلشي مقاد كلشي هو هذاك، ندوزو ليطاب واحده اخرى، ليطاب واحده اخرى اللي هي كيفاش غنجيب. دابا انا عندي كلشي داكشي كما كنسميه وهمي، يعني مازال ما عندي داكشي غير ارقام، مازال ما غنبيع مازال ما والو مازال ما كنبيع، باش نمشي نبيع هنا فين كاين الدماغ، غنمشي اول حاجه كنمشيها راه ما كندير لا ادس لا والو، يعني ما غنمشي لا ندير لا ادس لا والو، غنمشي غنشوف لي زانفلونسر، يعني الناس اللي شويه اللي عندهم دي كونت ديالهم طالعين بزاف، وبزاف هادشي كيخدم في لينيتش ديال الكوزميتيك ديال البيوتي، مثلا كنمشي كنشوف بنات مثلا اللي عندهم 100K 200K 70 700K، المهم شي دي نمبر فهمتيني، داكشي كيبقى ارقام، كنمشي كنشوف كنهضر معاهم وكيفاش غنختار البنت مثلا اللي غدير ليا الاشهار البرودوي ديالي، ماشي راه ما كنشوفش انا هذاك النمبر اللي عندها في كونت، يعني ديك 700K ولا 800K ولا 1000K داكشي ما كيهمنيش، ما عندي ما ندير انا بديك 700K وداكشي حتى هي راه كتصنح بيه بنادم، انا راه كان هادشي راه ما كاينش شي واحد غيبارطاجي معاكم. المهم اش كنديرو، كتمشي كاينين دي سيت كيعطيك شحال من ريفيرونسي لينجيجمنت عند داك الكونت، يعني كتاخد لو ليان ولا السميه ديال الكونت انستغرام ديال داك الانفلونسر كتحطو في داك لو سيت ويب، كاينين لي سيت بالفلوس اللي كيديروا هاد الخدمه وكاينين ديال فابور، ما عليناش كتحط ديك السميه ديالو كيعطيك شحال من ريفيرونسي، مثلا الا ريفيرونس حنا اللي كيهمنا الريفيرونس ب 20% للفوق، يعني مثلا عنده مليون 20% ديال ديك مليون، الا كتشوف داك البوست ديال ديك الانفلونسر وكدير ليها لايك مثلا وكتشوف لي ستوري ديالها راه خدامه ليا، ماشي نعطيكم مثال، كاينين دي زانفلونسر مضروبين في المغرب، كطلع مثلا كتلقى عنده 100K كتشوف كتدخل الستوري ديالو يلاه كيشوفوا 1000 واحد، انا عندي 2000 واحد في هذا الكونت وكتشوفوا تقريبا 1800 واحد 1600 واحد، انا مريفيرونسي عليها اللي عندي دوكا، فهمتيني؟ ما عليناش، مي كنشوفوا حنا يعني الكونت ديالها طالع وكلشي غادي هو هذاك، ديك الساعه كندوزو ليطاب واحده اخرى، يعني كاينين جوج ديال لي زيطاب، اما كنصيفطو لها واحد الميساج في بريفي اولا كاينين اللي كيحطوا الايميل ديالهم الايميل بيزنس، يعني كتمشي كتصيفط لهم ان ايميل كتقول لهم مثلا فوالا راه انا واحد الشركه واحد البراند يلاه باديه وعندي مثلا دي برودوي طا 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 بلا 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 بلا، ممكن نديروا واحد لا كولوبوراسيون واحد البارتناريا، كي داير هذا البارتناريا كتقول لهم اودي غنصيفط لك مثلا دي برودوي فابور مقابل دير لها اشهار عندك، هذا الاشهار كيداير عنده ولا عندها،
كتمشي كتهز داك مي كتصيفط ليها انت داك البرودوي فابور، كتمشي هي كتصور دي فيديو مثلا برودوي هي حلاتو، ها هي مثلا حطاتو مثلا تصورت بيه، حطاتو في ستوري كيفاش تستعملاتو، البيفر الافطار تاتا، المهم داكشي كامل كتصورو كتحط لك مثلا دي ستوري، واحد تصويره مثلا واحد تصويره في الكونت ديالها ودي ستوري، هادشي راه غتشوفو يعني غتشوفو بزاف عند لي كونت. ودابا غتحللو هاد الهضره اللي كنقول، يعني ملي كيديرو هاد الخدمه كتشرط عليهم واحد البلان، واخا هذاك لا بليبار ديال الناس كيقول لك خلصونا عليه على هذا لو سيرفيس، يعني كتقول لي حط ليا لو ليان ديال السطور ديالي مثلا اللي كنبيع على ميم برودوي، حطو عندك مثلا في البايو ديالك، فهمتوني؟ يو كان ما غنهضرش عليها اليوم اخويا، غنهضرو على الانستغرام حتى يو كان دوز عندي البريفي اللي يقدر يشوف معاك مشكل، ما عليناش. من هذا كيحط ذاك لو ليان في سميتو، كيحط لو ليان ديال البرودكت في البايو، وكتقول ليه مثلا كتقول ولا كتقول ليها فوالا مثلا الى هذا البروداكت، الى زعما استعملتي هذا حطي له ليان ديالي في سويب اب، يعني مثلا كتقد واحد لو ستوري كتقول لهم فوالا راه هذا البروداكت راه استعملته، راه من عند الشركه الفلان فلانيه ولا لاباج الفلان فلانيه ولا هذا، اللي بغاه يدير سويب اب، يعني اي فوا كيدير سويب اب انت كتستافد بانها راه طاقتك، يعني راه بنادم صيفطها لك الكونت ديالك. ثاني حاجه سويب اب كيدخلوا عندك الستور ديالك، هادشي راه ما مخلص والو، جوست عطي برودوي. تالت حاجه المهم كتبدا السميه ديالك كتوزن، كيديروا فيك الناس لا كونفيونس، يعني مثلا الا زينا واحد 10 ولا 20 انفلونسر خدمنا معاهم بحال هكا، يعني راه صافي راه السميه ديالنا غتبدا تطلع، مثلا حنا مسيبلين المغرب، راه السميه ديالنا غتبدا تطلع في المغرب، واش فهمتوني؟ حاجه اخرى يعني السميه طلعت داك كلشي طلع، يعني دابا غندوزو للاشهار. باش غادي نروح للاشهار غنمشيو لدوك لي فيديو اللي صورت مثلا ديك الانفلونسر، راه ديجا هي اصلا وجهها معروف، فهمتوني؟ يعني وجهها معروف، يعني اش كندير، كنهز داك الفيديو ديالها ولا كنجمع كاع لي فيديو ديال لي زانفلونسر مثلا اللي تعاملت معاه بزاف، كنجمعهم كنقاد واحد الفيديو، مثلا كنقاد واحد الفيديو، ولا اش كندير الادس، يعني بنادم كيشوف واحد السيد اللي معروف، فهمتوني؟ يلا دابا ديروها معايا، دابا دوز معايا البال. علاش مثلا الاشهارات ديال التلفازه كيجيبو ممثلين، ما كيجيبوش واحد الشخص عادي، فهمتوني؟ يعني داك السيد انت اللي معروف الانفلونسر، يعني كتستغل ليماج ديالو انه كدير بيه اشهار البراند ديالك، ديك الساعه راه ليا اللعاقه. في الاول بحال قلت لها كتبنيها كترتبها، اون فوا هي تقادات من بعد كترفقهم بالفيديو ديالهم بالاس. هنا فين كتلعب ديك القضيه ديال 10 كان اللي قلت لكم في الاول، ملي كدير انت اشهار كتحط مثلا ستوري في انستغرام ديالك، كتهضر ديك الانفلونسر على داك البروداكت، كتزرع عليهم سويب اب، كدير ليه الادز من الانستغرام من لابليكاسيون، ماشي من بيزنس مانجر، واش فهمتوني؟ يعني كدير الاشهار من لابليكاسيون، حيت كاين فرق بانك دير الاشهار من بيزنس مانجر في الانستغرام، وكاين فرق على انه ديرو من لابليكاسيون، من الداخل ديال لابليكاسيون. في هذه الحاله كنديرو من الداخل ديال لابليكاسيون باش يكون تما داك سويب اب ويبقى اكثر من 24 ساعه ولا هذا، حيت الا عطيتي لانستغرام ولا فيسبوك عطيتي فلوس كتحدد ليه الكونت الدوري اللي غيكون فيها هذا الاشهار، واش فهمتوني؟ اللي ما فهمش شي حاجه يسول. عاوتاني بالذي نعطيكم واحد الطريقه كيفاش مثلا غتختار لي هاشتاغ اللي طالعين، يعني هنا كاين عاوتاني واحد البلان، كيفاش انني غنعرف لي هاشتاغ اللي طالعين في واحد لونيش. كاينين جوج ديال الحالات اللي كنستعملوهم، كاينين دي سيت كنستعملوهم كيعطيونا لي هاشتاغ اللي طالعين، كيعطينا مثلا شحال ديال لي كليك عنده في السيمانه ولا شحال من واحد كيدخل ليه في السيمانه مثلا ولا في 24 ساعه ولا في شهر ولا على حساب كل زيت شحال كيعطي. كاينه الطريقه العاديه اللي سهله، هي مثلا كنمشي كنعطي واحد مثلا كندير مايك اب، كنمشي كندير هاشتاغ كندخل لو ريشيرش ديال الانستغرام كندير هاشتاغ كندير مايك اب باغ اكزومبل مايك اب، كنمشي كنشوف التصويره اللي من ريفورونسيه تما، يعني الاولى اللي كطلع ليها كنمشي كنشوف لي هاشتاغ ديالها كنجمعهم،
كجمع دابا حيت في كيعطيوك 30 10، يعني حاول ديما ما تفوتش 30، ديما خدم 26 حتى 28، المهم ديما ما توصلهاش كاع 30. يعني كتمشي كتشوف مثلا مايك اب كتعطيك 30 هاشتاغ باش خدامه ديك السيده ولا داك السيد، كتمشي كتدخل كل هاشتاغ كتزاود عليه الهاشتاغ اللي طالعين فيه، ديما كتشوف الهاشتاغ اللي ضرب عند في كل تصويره، ديما هاشتاغ اللي ضرب في كل تصويره، من بعد كتجمع واحد 30 هاشتاغ اللي طالعين يعني مفرقعين ديال بصح، كتدخل معاهم المعركه. واخا ما يمكنش تطيح في الصفحه الاولى، يعني في ذاك الفيونيت الاولى في ذاك الهاشتاغ، مي كوميم كتخشى معاهم، على الاقل غتجيب لي لايك على الاقل. هذا عزيز سودي كيف الحال؟ فهمتينا الخوت؟ اللي عنده شي سؤال يقول لنا السؤال، اليوم غنفرش هذا الشيء، هذا الدومين كلشي يدير لاباس ليلها ليها. او تاني حاجه اخرى في الانستغرام، مثلا الا غتخدم على شي بروداكت في انستغرام، ضروري ومؤكد التصاور يكون بروفيسيونيل. خلينا من دوك التصاور ديال شد البرودوي كازورو داكشي، ديك الزربه ديال كورو حتى العور ديال الفيسبوك، ما خداماش في انستغرام، حيت كل بلاتفورم عندها قواعد ديالها، كل بلاتفورم والنيفو اللي واصله ليه. انستغرام خدم على داكشي يكون نقي، فهمتوني؟ ممكن تخدم بيو كان شوب بهذا البلان، يعني تخدم في انستغرام ودير البرومو مثلا البروداكت ديالك اللي حاطه في يو كان شوب. اللي عنده شي سؤال الدراري ولا البنات ولا هذا، مرحبا جميعا من اجل نديرو لاباس. حاجه اخرى نزيد ما هضرتش عليها، هادي مهمه، هادي شويه ما فاتت ليا من بالي، راه هادشي راه ما بريباري ما والو، جيت ليها ليها. حاجه اخرى، دابا انا كليون دخلت عندك الانستغرام، حنا المغاربه فينا هاد القاعده، كنجي كنهضر معاك كنقول لك مثلا واش هاد البرودوي فين تستعملو شي واحد، هاد السؤال غتكون مثلا الناس اللي بادين في الدومين غيكونوا يشبعوا هاد السؤال، الاجابه ديالنا حنا كتكون اه، كيقول لك هذاك اعطيني الدليل، يعني نار يا الدمع. الدليل كيفاش كنحطو حنا الدليل؟ مثلا كنصيفطو ديسكرين، هادشي باين يعني ديسكرين ديال الواتساب او لا ديال انستغرام، كنصيفطوهم وكنخبيو النمره مثلا ولا السميه ولا هذا. حنا سيدي مازال ما بعنا والو في داك البروداكت، ما عندنا لا سكرين لا سيدي سكري والو، هنا اش كنديرو؟ كنخدمو بجوج ديال النوامر، كنمشيو كنهزو التصويره ديال واحد مثلا ديال هاد البرو ديال هاد الواتساب، هاد التصويره كنحطوها هنا، كيصيفط ميساج لواحد الكونت مثلا، السلام اش بان لك في هاد البروداكت طاطا زعما راه زوين هذا، كيشكرو كتسكريني، كتمشي عاوتاني كتبدل التصويره، عاوتاني كتبدا الكونفي كتمسح الكونفرساسيون، عاوتاني كتبداها من الاول، عاوتاني راه زعما راه زوين وهذا، راه انا مثلا فاطمه من العيون، راه داكشي زوين طاطا، كتسكريني كتقاد واحد 20 سكرين، فهمتوني؟ كتمشي نفس الحاجه بالنسبه لسميدو، واش الا بغيتي دير فيسبوك ادز ضروري تكون عندك صفحه في ضروري تكون عندك صفحه في فيسبوك الا دير فيسبوك ادز، ما عليناش يعني، ملي كتقاد هاد لي سكرين كاملهم كتحطهم عندك وكتخبي ديما بلاصه التسميه، كتبين مثلا غير التصويره باش انه يبان بان راه الشخص راه كيتبدل واخا راه نفس الكونت، فهمتوني؟ عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه للانستغرام، كدز جوج ديال لي كونت الانستغرام، واحد كاسيفط لواحد وكتسكريني سات 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 وهي غادا. اش كدير هادشي؟ كتمشي كتحطو في الهايلايت، وهايلايت هما دوك اللعيبات اللي كيكونوا مثلا كاين البروفايل في الاول، ديك الدوار اللي كتحط فيها التصويره ولا اللوغو ولا هذا ديال البراند ديالك، كاين البايو فاش كتكتب المعلومات ديالك، كاين الهايلايت دوك الدائرات اللي كتزيدهم تما كتحطها، مثلا كتقول اراء الزبناء، عاوتاني كتمشي كدبر على التصاور ولا شي تصاور ديال شي بروداكت ديجا خدمتي عليه ولا هذا مثلا،
ديال دي باكي هكا دي باكي جين مصيفطهم في امانه ولا شي حاجه كتصورهم كتحطهم تما واخا يكونوا قدام ما ينزلوا ماشي قد المهم خصها هذاك اللي نزل لي داك الشيء ما يكونش معروف او لا ماشي قد واحده اخرى ولا خدم داك الشيء بفوتوشوب ولا شوف انت ما دير راس المهم حط داك الشيء بان زعما راه كتصيفط للناس راه زعما راه عليك الطلب واخا مازال ما بعتي حتى ما بيها خدام اخويا يو كان شوب خدام في العالم كله غير تحل باقيت كلشي يدير لاباس فهمتوني يعني سميتو يعني ملي كتحط هاد اللعيبات بنادم ملي جا غيدخل اول مره للستور ديالك الكونت انستغرام ديالك كيشوف كيقول واه هاد السيد هالي فيدباك ديال الناس راه زوينين ها الناس راه ديجا شراو عنده داكشي نقي الانفلونسر هضروا عليه يعني كيتيق يعني صافي تاق يعني شوف هادشي قسما بالله الا اكبر شركه كيخدموا به بهذا الميثود اللي قلت لكم واكبر لي براند كيخدموا بهذا الميثود وهادشي راه محال واش بارطاجا معكم حتى شي واحد بصفه نهائيه يلا غادي ولا بس حاجه اخرى عاوتاني باش انني مثلا عندي واحد 20 كا ولا 30 كا في انستغرام مثلا كيفاش غنحافظ عليها حيت في الاول مثلا شريت واحد 10 كا 10 كا كنجمع يعني من داكشي اللي جاني من عندي زانفلونسر من هذا من هذا من هذا يعني كنجمع عندي كيفاش غنحافظ عليهم هنا كاين واحد السؤال يعني كيفاش غنحافظ يعني خص داك التواصل بيني وبين داك التواصل بيني وبين داك الزبون اولا كنردو ماشي زبون كنردو بحال صاحبي هادي كتبت سولتي على برودوسيف تي سكرين يعني قولبتيني هنا ما كندويش على القوالب حنا كنهضروا على شي حاجه المعقول كيفاش كيبيعوا الناس هنا يعني القوالب واصلا انت الا كتبيع برودوي ما داير التوزه راه انت اصلا راه ما في يديكش يعني راه بروداكت اللي غتبيع خصو يدير يحل واحد المشكل يدير شي حاجه داكشي جوست كتستعملو باش انك تقنع الزبون حيت حنا المغاربه ما كنحبلوش نشريو حنا الاولين داكشي علاش كنمشيو كنتاجو لي زانفلونسر كنجربو فيهم داكشي ماشي هو ما كنجربوش ما كنسميو داكشي باش كيخدموا شركات وداكشي باش كنخدموا ناس ولا انا اجر كثير وما كاينش شي واحد اي بارطاجي معاك هادشي سير ضرب كاع لي لايف ولا ضرب كاع لي فيديو تلقى شي واحد يشرح لك هاد لي ديطاي مستعد انا نغربك واش فهمتوا هادشي اللي كنقول هاو تاني حاجه اخرى كما باش نكمل الفكره ديال القبيله ديال سميت ديال كيفاش كونت انستغرام مهم لواحد الدرجه لا تصور ديما حط لي ستوري مثلا دير كل نهار حط واحد خمسه ديال لي ستوري ولا سته وفرقهم مثلا واحد مع 10 واحد مع 12 واحد مع 2 واحد مع 4 واحد مع 6 واحد مع 8 ديما اعطي لي ستوري ديما اعطي الزبون ما عمرك خص ما عمرو يحس بانه راه زبون يعني ديما اعطي برودكت وعطي معلومه برودكت معلومه برودكت معلومه فهمتوني مثلا كتهضر على شي حاجه مثلا ديال تبييض الواجه ولا شي حاجه كتبيع ان بروداكت في داك النيش
يعني كتقول مثلا راه فوالا راه العلماء راه داروا هذا وهذا وهذا تا 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 فوالا راه هذه راه هذه راه ديما عطي ديما وجو ديما وجو دي وديك الساعه اون فوا ملي كتعطيه برودكت كيشري هذا الشيء راه مجرب. كنت اخويا تسد لي فيسبوك هذا شنو الحل؟ كونتاكتيهم اخويا صيفط ليهم صيفط للسيبور وقول لهم راه تسد لي كونت فيسبوك وشوف السبب علاش تسد لي. ما كتبيع شي حاجه اللي ممنوعه ولا شي حاجه من القانون ديال فيسبوك، الا كنتي ما كتبيع حتى شي حاجه ممنوعه صيفط لهم قول لهم راه فوالا راه تسد لي الكونت بيزنس مانجر ديالي. غنعطيكم كاع نعطيكم الحل. قول لي اسيدي انا ماركتر، انا خدام في واحد الشركه كدير التجاره الالكترونيه في المغرب او لا في الدول العربيه، فهمتوني؟ يقول لي راه كدير التجاره الالكترونيه في الدول العربيه ولا في المغرب، راه فوالا راه تسد ليا كونت فيسبوك ديالي، ورغم انني كنحترم كاع القوانين ديالي وعندي درايه زعما بالقوانين ديال فيسبوك، عافاكم شوفوا لي كوكيز ديالكم ولا فيريفيو الكونت راه زعما، وكنتمنى تقبلوا هادشي. هضر معاهم بواحد اللطافه وداكشي وان شاء الله الا ما كنتيش داير حتى شي فوتره غيحلوا لك داكشي. كنتي مزبله راه سير حل البيزنس مانجر واحد اخر وسير خدمه على راسك. عافاك شرح لينا التوصيل. اش غنشرح لك في التوصيل اخويا؟ خصني نجيب شي ليفرور، شي ليفرور ويشرح لي يهضر على التوصيل. انا فقط كندير الاي كوميرس، ما كنديرش التوصيل. فين الفيزيون ما في تقطع؟ ما عرفتش والله ما عرفتش. اللي عندو شي سؤال يتفضل، تفضلوا باسئلتكم. كتقبل لي كارت ديال سميدو بالنسبه لليوكان، ما كتقبلش لي كارت تاع البريد بانك. انا حليت بسياج مي راه حتى هي راه بانكه مغربيه، راه البريد بانكه مغربيه يعني خاصها تقبلها، ماشي خاصها راه كتقبلها، فهمتوني؟ يلا كيفاش نلقى لي فرور وانا ما ساكنش في مدينه كبيره؟ انا الدري اللي كيقلب على كيفاش يلقى لي فرور هو ما ساكنش في شي مدينه كبيره، غتقلب على لي فرور اللي كاينين في المدن اللي كتصيفط ليهم وتبقى تصيفط ليهم ستوك، كتصيفط ليهم في كار ولا في امانه. واش الا حليت واحد اخر؟ لا خويا ما كاين لا ريسك لا والو. حل اخويا سيمي يخدم الباي بال، يعني حتى الا تسالت لك الدوتاسيون في الماستر كارد كومي الباي بال غتشري السولد وغتخدم. بالنسبه للي بادين في يوكان كيفاش غيديروا القضيه توصيل المنتج المشتري؟ خدم بامانه ولا شي شركه ديال التوصيل اخويا. السيد اللي كيسول على كيفاش غيديروا القضيه توصيل المنتج المشتري، لوين البرودكت كنجيبوه بالتيست اخويا، لوين البرودكت بزاف ديال لي برودوي تيستي، واللي يخدم ليك راه هذاك هو الوينين صافي لا اقل ولا اكثر. راه ما كاين، راه كاع داكشي اللي كتشوف في فيسبوك راه باش خدام تيست تيست. راه بعض المرات راه كنتيستي 12 برودوي 14 برودوي باش نجبد واحد فيهم اللي خدام، وديك الساعة هذاك اللي خدام كتورك عليه ويقدر مثلا يكون خدام ليا انا وتجربو انت ما يخدمش ليك.
يلا الدراري ارى الاسئله. البلاصه اللي كنشري منها السلعه في اين زكان عندك بزاف ديال البلايص تما، هو صراحه ما كايناش بلاصه وحده. انت تقلب، كاينين الناس اللي عندهم دي برودكت في الداخل ديال السوق، فهمتوني؟ يعني انت تقلب اين زكان كلها دي برودوي. كاينه بلاصه المعروفه اللي كيمشيو ليها كاع الدراري ديال الايكوميرس هي القصريه النصر، كاينين السواري الفوق، كاينه الجهاديه، كاينه شي قناه تما في جهه بحال غادي لطراست. يعني هاد البلايص في اين زكان فاش كاينين غندير سيف اخي امين ايمن، غندير سيف. فين كتشري سلعه؟ سلعه كنشريها في ان زكان 90% فيها، 20% كنشريها في درب عمر. باش ننصح لي بقى النوع ديال البرودوي اللي يبدا بيه، تيست اخويا ما نقدر نوجهك حتى شي حاجه. تيستي تيستي، الا وجهتك لشي قنتو وكبيتي رزقك تما غتبقى تدعي فيا معاك قادين على شي دعوه اخويا. تيست تيست، حنا راه كنديستيو، ماشي عندنا شي خلطه كنقادوها ولا شي عصا سحريه ولا شي حاجه، ها كنجربو. جيب بزاف ديال لي بروداكت، جرب هذا جرب هذا جرب هذا، اللي صدق عفض عليه. ماشي بالضروري تكون سلعه من الصين، لا ماشي اغلب السلع من الصين، كاينه السلع اللي كتبريبارا هنا في المغرب، كاينه السلع اللي كتجي من الصين، كاينه ديال الصبليون، كاينه ديال لا فرونس، كاينه ديال تركيا. يعني راه كاع راه المغرب عامر سلعي. عندي دي براند ديال اخويا، عندي دي براند خدام بيهم، هادي حصريه. المهم انت خرجتيها مني وصافي، كاع ما بغيت اصلا نقولها، ولكن بصحتك. الله سولو الدراري سولو خويا بلاصه فين في انزكر بالضبط. راه قلت البلايص، قلت البلايص، يلا البلايص قبيله. راه انزكر كلها سلعه غير الا ما بغيتيش. ودابا الاشكال كيجي شي واحد كيهز شي بروداكت راه يقدر يكون خدام وكيحكر وكيقول لك لا راه موجود راه داير طا طا، راه موجود عندك انت شفتيه شحال من مره، ولكن راه بنادم اخر ما شايفوش. ولكن اخي هادو كاملين غير وسطاء او القالب ديال داكشي، تجيب البرودوي رخيص باش تهبط الثمن على كلشي. ما فهمتش اخويا كيفاش وسطاء وانت كتمشي للمحل كتقول لي وسطاء، وكتهضر مع مول الشي كتقول لي وسطاء. وسطاء يقدر نقول لك صحاب التليجرام. ما عمري شريت اخويا من شي موقع صيني، شريت شي زعما شي كونتيتي ودخلها من غير امانه، دير لي ليفرور ديالك. ايوا سنيت من لول ادقي اي كانت مازير. سمعت اليوم قلت لك فيسبوك ولا كيطلب الرمز الضريبي ضروري، كيفاش سمعت اليوم قال لك عندك شي اخ ديال كيتبت هذا الشيء اخويا ولا شي تصريح من عندهم؟ ماشي سمعتي كاين شي تصريح ولا شي حاجه فيسبوك ولا كيضرب الرمز الضريبي ضروري؟ عجب ما سمعت شي حاجه بحال هكا. مراكش ما عنديش شي فكره صراحه، ما عمري شريت في مراكش، ما عمري قلبت تما على الجماله في مراكش. جوجل شوبي في المغرب الا غتبيع شي حاجه غاليه تساوي الثمن، فهمتوني؟ يعني كتسيب لي واحد الكاتيجوري اللي هاي كلاس شويه، يعني الناس الموظفين اللي يعني بحال تبيع شي زباط ديال 3000 درهم ولا شي حاجه، فهمتوني؟ يعني تما كتدخل عاوتاني لواحد البراند. يعني ما تما كتقول الا بعت غا جوج بياسات ولا ثلاثه في النهار ولا غا وحده راه ضرب يدي، فهمتوني؟ يعني بياسه كدي فيها واحد 1500 درهم
1000 درهم فهمتوني، تما خدام جوجل شيبين. اما باش تبيع لا كونتيتي خدام البلاصه اللي فيها اكثر بنادم. ما فهمتش السؤال ديالك ديال نيبه الطبيب اوفيسيل، اشرح اخويا اشرح. انا قلت كذا واش صافي نهبط لدرب عمر البرودوي اللي كاين وتيستين. شوف درب هبط لدرب عمر، شوف برودوي اللي كيحل المشكل جيبو تيستين. صافي هادشي اللي كنديرو حنا. واش درتي شي كومبين اليوم؟ ما كاين حتى مشكل. وانا دابا نيت راه متلوقين وكنتسنى جوج اخرين باش يتلقوا، يعني ما عندي حتى شي مشكل، كلشي خدام هو هذاك. اصلا البارح وقع لي مشكل الا شفتو ستوري، ولكن لحقت غاسميتو ما حطيتش المشكل. وقع لي مشكل في واحد البيزنس مانجر ديالي، عطوني واحد الليميت ما نفوتوش، صدقت انا في الطف قبل من ديك لاطات اللي عطوني، مي كنبغي نخلص ما كيبغيوش يتخلصوا. يعني جربت كاع تقريبا كاع الحلول اللي طاحوا لي في بالي ولا يقدر يطيحوا لك في بالك، بدلت الكارطا، بدلت الباي بال، بدلت كاع داكشي، والو. صباح هضرت مع السيبورت كونيكتيت معاهم وحلوا داك المشكل. امينه داده، اسامه فقير ان شاء الله غتكون غني. يلا ارو جميعا من اجل نديرو لاباس، كلشي يدير لاباس، لا للشوماج. مناش كنتي مخلوع اخويا. وايا واخدم هو واخدم واخدم هو واخدم، الله يهديك. عندي التليجرام ديال الدراري في قصريات الناس، ولكن كيغليو بزاف برودوي، كاين بالي اكسبريس مثلا بجوج دولار كيديروا ليه 80 درهم. شوف اخويا سير قلب برجليك، راه تقريبا الناس اللي عندهم تليجرام في قصريات الناس راه ما فايتين شي 5 الناس ولا 6، راه تما راه كاينين اكثر من 100 محل. راه كنعرف كاع دوك الدراري وعرفت التليجرامات ديالهم وكنطلع عليهم وكلشي. قلب برجليك حسن ليك. اما الا نعطيك مثال، يلا نقولوا اسيدي حنا دخلنا لهاد التليجرام لقينا برودوي، شحال اسيدي ديال الناس كاينين في هاد التليجرام؟ نعطيك اسيدي في التليجرام فيه غا 200 واحد، هاديك 200 واحد اسيدي كاملين ديستين داك البروداكت، عرفتي شحال باش غتحسب؟ غتحسب لك فيسبوك الكوست ولا شكون غتدوي؟ شتا فيو سير اصلا تخلب برجليك. نقدر نبيع فيها الاي كوميرس زعما واش كتحرك الحركه بني ملال خدام فيها الاي كوميرس، كيجيونا لي كوموند من بني ملال. ان شاء الله نكونوا اغنياء كاملين ان شاء الله يا ربي. الدوله يلا انستغرام لي فولو واش صافي نزدو هاد الخير نديرو تيغميني ولفينيش. ما بقى لا سؤال لا والو، نمشيو نقابلو خدمتنا. وقيلا نتسنكحو السوق ستاش الحيت. شنو الحل اللي قضية التارجت؟ شنو الحل في قضية التارجت؟
كنلقى مشكل. اش المشكل عندك في التارجت اخويا؟ اصلا التارجت في المغرب راه ما كنخدموش بيها. اسمعني نسولك في البداية ديالك، شنو هما أهم الصعوبات اللي واجهتي وكيفاش واجهتي؟ عطينا نصائح واحتياطات. أهم الصعوبات ما لقيتش المعلومة، يا الله اللي هي موجودة دابا بالمئات إلا ما قلتش بالآلاف، كل واحد كيتلقاها لك. اللي قال لك خدم بالكونفيرجن، اللي قال لك خدم بالترافيك، اللي قال لك خدم بهذه، اللي قال لك خدم بهذه، اللي قال لك خدم بهذه. كتستي الف ما كتبيع والو، كتقول واه فين كاين المشكل؟ هذا القلب الاول طلع معانا. قسما بالله ما كنقيسها باقي شي عام ونص دابا، ها كنمشي كنطلع لا تما اش حاضر اش من قشاوش جابو صافي. واخا ما غيحملونيش ملي قلت هذا المصطلح، ولكن هادشي اللي عطى الله. اما انا كتخلص 58 درهم سوا ليفري ولا ماشي ليفري. الله هاني صبر. يلا سيدي ودا السي زيد اغري اغري زيد ال في وي نسمية هادي. السلعة انا كناخدها في كين زكان وفي ضرب عمر، كاع القناة في المغرب كيشريو. يعني اي مدينه في المغرب كتشري، ما كايناش شي مدينه. وعرفتي كيجيونا بعض المرات دي كوموند، عرفتي فشي قند وراه الهربه، بحال العيون الشرقيه مثلا، بحال تينغير، بحال ما عرفتي شي واحد القند، شي قند عرفتي راه كتوصل الامانه لتما كيهزها الشيخ كيديها لذاك السيد، فهمتيني؟ يعني راه كتقول لفان. عرفتي شنو هما اهم النصائح؟ ديها في خدمتك وتقاتل ودمر، عصر 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 قدام البيسي وتيستي هادي، جرب هادي، شوف هذا اش كيقول، شوف هذا اش كيقول، الميثود باش خدام هذا، كيفاش خدمات لي، اشنا هو السبب. وما عمرك تسنى شي واحد يحل لك شي مشكل، وراه ما كاينش شي مشكل ما عنده حل في الانترنت، يعني راه ما كاينش. بزاف ديال الناس عاوتاني كيسيفطوا لي واحد الحاجه كيقول لك راه تسد لي البيزنس ماناجر، راه خصني نمشي نحل واحد البيزنس ماناجر واحد اخر. واش انت فيو وعرفتي حنا راه ملي كتسد لي بيزنس ماناجر ما كنتفكو مع هذه المبيع حتى صافي، حتى كنعرفو بلي راه ما لا امل فيه. غنمشيو نهضرو مع السي بروجيكتيهم ونحزروهم نبكيو عليهم نديرو معاهم ما عرف اش حتى صافي، كيقول لنا الله يعاونكم. كنخدمو من الصباح حتى الليله، مزيك صباح رضيد. راه اللايف قريب يتسالي، بقات لي شي 8 ديال الدقائق وغيسالي اللايف. يلا زربو راهو شنو كنخدم؟ كنخدمو الايكوميرس لوكال.
ايكوم الايكوم كاش اون ديليفري. كيفاش كتيستي خمسة؟ ما فهمتش. خمسة اش؟ خمسة دولار، خمسة لي بروداكت، خمسة لي كومبين، خمسة لي زاد، خمسة ديال اش؟ اللي اش بان لي في داك البلان ديالي اللي حيا بالجمله؟ كيفاش البلان ديالي اللي حيا بالجمله؟ ما فهمتش. ما فراسي كاع والو، ما فراسي مي تاود. اجاوبنا صاحبي اشنو؟ ما اجاوبنا شحال؟ شحال كتخدم مزه؟ وراه قلت لك اخويا كنخدم من بلي كنفيق حتى كنبغي نعس قرب من جاي. الله العمل الاول نصيحه ديالك ليا. ما عندي حتى شي فكره على البرمجه اخويا، ما نكذبش عليك. المهم هو خدم، تقاتل، دخل الفلوس. واش نقدر نبدا؟ كي ماشي واش نقدر نبدا، خاصك تبدا وسط. بالنسبه شوف، بالنسبه لي الناس ديال تيزنيت، وعندكم تما، عندكم تما واحد الحاجه اللي ما كايناش في المغرب كامله وما عارفينش ليها، هي النقره. عرفتي لها العلاقه اخاي؟ تبيع غير النقره راه دير لاباس، دير الاي كوميرس بالنقره. يلا ها هاني شعطيتو لك صحابي بلا ما ندير ستور. جاوبنا غتبدا العلوي يوسف، غتبدا بصفحه، غتبدا بسطور، غتبدا باي حاجه. المهم بدا. راه في الديبار ملي بديت راه انا كنت كنبيع غير ميساج، غير ميساج يعني كيجوني غير ميساج لاباج وكنبيع على الاقل مدبر على راسي. نوع بالضبط ديال البروديات اللي كي تروجو مزيان، وانا نسات اللي مروجين في الاشهار. اي برودوي كيحل المشكل راه خدام، واي منصه فيها بنادم راه خدامه. والمنصه اللي كتجيب بها مبيعات كتار وبكوست هابط يعني بثمن قليل هي الفيسبوك. بقات شي 4 دقائق واقيلا الا ما كتكذبش هاد المكانه. غندير سيف اخويا، غندير سيف. السلعه كنجيبها منين؟ زكان ولا ضرب عمر؟ ريفريشي. تسوالد الناس وهذا لاباج راه غتبقى مقبله من الصباح حتى الليل. الله يكبر بك اخي اسامه، خير دونجس. غندير سيف اللايف، غنديرو ولكن حاولوا تفرجوا فيه في 24 ساعه ولا يزعوا تاني شي واحد يبوستي و الى لقيتو نلوح ليكم فين غاتجيب لي جميعا من اجل بارطاجي المعلومه. يلا داكشي اللي ما لقيناش حنا في البدايه نبارطاجيو معكم. على ربي يرحموا لينا غير الوالدين، ما بغينا والو. شكرا عليا لك. العلوي يوسف خدم بيوكن احسن ليك، هو رخيص وما كتخلص فيه حتى كتربح الا ما عندكش بيجي.
يلا الدراري اشي سؤال باقي راه هاد الاخير راه صافي بقات شي جوج دقائق جوج دقائق واقيلا يتسالي اللايف هادو شي سؤال يزرب عليه قبل ما يضربوا التران باش نمشيو نقابلو خدمتنا حتى حنا خويا واش داير شي دوره ديال الايكون الله يرحم ليك الوالدين لا خويا انا ما كندير لا دورات في يوتيوب لا والو اللي بغى الدوره راه طلع الدورات في يوتيوب دير غير ايكوميرس لوكال في المغرب غيخرج لك العشرات ولا ما قلتش المئات ديال الدورات وجرب صيفط ليه في بريف اخويا ممكن اش من نوع المنتوجات اللي تقدر تباع في اسبانيا ما عمري بعت في اسبانيا اخويا حتى المغرب يوكان شوب خدام بيها انا راه اخويا العلوي راه كنجاوبك حاول خويا العلوي حاول جمع جمع واحد السؤال ديالك ماشي تعطي كلمه 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 حيت راه اسئله واحد اخرى راه غينسيوني في سميتو في الفكره ديالك عطي غايه وقايه الدلال 28 ثانيه قيلا نقول لكم على مولانا اكون يعاون ربي الله يعاونكم الله يسهل على كل واحد راه اللايف غندير ليه سيف اللي بغاه يعاود ليه الله يعاونكم يلا زيد سيدي.